بنتي مالك بتعيطي ليه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمن الرحيم مروان، الحقني يا مروان يا ابني. في ايه يابا؟ في ايه مالك؟ الحق بسرعه يا مروان، ادي الاسعاف في بنتي محروقه، بدل الاسعاف. محروقه؟ فين المحروقه دي؟ والله العظيم كان في بنت هنا محروقه وانا كنت واقف معاها. طب اهدى اهدى يا عم، هي اكيد مشيت وهتيجي بكره. يا ابني انت فاكرني مجنون؟ يا عمي مش مجنون ولا حاجه، تعالى بس تعالى. طب والله العظيم كان في واحده واقفه يا اهوت، مش عارفه شعرها كده حتى وشها كله محروق. انت بس زودتها يا عمي حبتين. انا هروح اغسل البلطو بتاعي عشان على الصبح هيكون نشف. ايه ده هتغسليه دلوقتي؟ سقطته خالص. لو عايزه تغسلي حاجه تعالي معايا. لا لا انا عايزه انام. اهم حاجه بس وانتي راجعه ما تفتحيش النور. خلي في دم. بسم الله. ايه اتخضيتي؟ انا فعلا اتخضيت. لا يا حبيبتي ما تتخضيش. مدام فريده انا كنت بس عايزه اشتكي لك من انسه شيرين واللي بتعمله معايا. معلش خلي بالك من نفسك. الحمام بتاعنا حل دلوقتي، ما عندها حمام في اوضتها. بتعملي ايه انتي؟ انتي ازاي؟ امال مين اللي جوه؟ مفيش حد جوه، افتحي الباب وشوفي. نشوف كده القتيلة دي الصبح. روح يا مدام، لازم اسافر، مراتي تعبانه وابني هنا لسه بيدور على اكل عيش، وهي هناك لوحدها. مين هيراعي الجنينه ولا مين هيجيب طلبات الدار؟ ما هو مش معقوله كده يا عم ريحان انك تفاجئني في يوم وليله وتقول لي عايزه اسافر. هو ريحان جه شرح لي موقفه وانا قررت ان هو يسافر يروح يطمن على مراته. نعم بصفتك ايه ان شاء الله تقرر ولا ما تقررش؟ اسمحي لي يا مدام، انا رئيس الامن هنا اهوت، من حقي اقول مين يقعد ومين يمشي ومين يسافر. يا اخي كسر حقك، الناس دي غور، مش عايزه اشوف وشك ده خالص. امشي. هش كده خالتي خدك خوا. يا مدام صدقيني ابني زي بالظبط، ومعاها كمان ابن عمه، هيخلي بالهم لحد ما نرجع. الولية هناك لوحدها ما معهاش حد. خلاص يا عم ريحان، وريهم شغل الجنينة وعرفهم على أم شهاب عشان يجيبوا حاجات الدار. وقبل ما تمشي عد عليا عشان تاخد مصاريف السفر. يا رب ما تحرم من حضرتك أبدا، ربنا يخليكي. اللهم لك الحمد والشكر يا رب، اللهم لك الحمد. أنا اللي قلت له سافر الأول ماشي؟ عم ريحان يلا شوف هتسافر على الساعة كام كده. تاخد فلوس تاني؟ لا 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 الحق المدام اضمن افضل برضه.
هش هش هش، فاكراني فرخة فرخة. أنا جوعت. سماح سماح، انت نايمه كده ليه؟ عين اللي الله يخرب بيت الحبوب اللي انت بتاخديها بتنيمك زي الاسيله. يا سماح، ما انا في كليه صيدله، يعني طبيعي اجرب كل الحبوب. وبعدين ايه بقى الغاغه اللي انت كنت عاملاها امبارح دي؟ اصل انت مش عارفه انا شفت ايه امبارح. عين اللي شفتي ايه؟ مش انا قلت لك بالليل ان انا خارجه عشان رايحه اغسل البلطه بتاعي؟ اه، خرجت رحت حطيته في الحمام اللي جنبنا، وانا راجعه في الطريق سمعت صوت غريب بره. جيت ارجع اشوف في ايه، لقيت شيرين معاها حد غريب كده شكله مريب. نزلوا هما الاتنين، دخلوا الحمام اللي تحت. المهم نزلت وراهم جري، اتصنت على باب الحمام، سمعتهم بيتكلموا كده كلام غريب ما فهمتش منه اي حاجه. فجأة لقيت شيرين ورايا بتحط ايديها على كتفي، وفجأة اختفت. اختفت؟ ايه عروستي؟ مش فاهمة حاجة، انتي بتقولي ايه؟ زي ما بقولك والله يا نيل، بس انا عندي احساس كده ان هي عايزة تطفشني، يعني عايزة توهمني ان في عفاريت في المكان. هو في عفاريت في القرن 21؟ بعدين بقى دي شكلها فاضية وما راهاش حاجة غيرنا. أنا فعلاً يعني اللي ابتديت أقلق من المكان ده. وبعدين أنتي مش ملاحظة حاجة؟ مفيش غيري أنا وأنتي وهناء ومنى. وبعدين بتقول الدار مليانة بنات، أنت شفتي حد؟ صدقي عندك حق، أنا كمان بفكر أمشي، بس يعني أنا هلاقي فين مكان أرخص من كده؟ ده 300 جنيه في الشهر، وفيلا وجنينه ومكان نظيف قوي. بقولك ايه يا نيلي، يغور المكان ده من وشها جت هالقرف. انا عندي محاضرات واتاخرت، لما ارجع بقى نبقى نكمل كلامنا في الموضوع ده. ماشي. انت ايه اللي جابك دلوقتي؟ صباح الفل يا مشاب. ما انا قلت لك مش دلوقتي. هي بتكلم ايه؟ والله يا ابني ما عارف، انا هعرف.
في ايه يا سماح؟ في حاجات هنا غريبة في الأوضة بتحصل. في ايه اللي بيحصل؟ كان في شبح بنت هنا على السقف، واللمبة كانت عمالة تنور والله كانت هتحرقني. يا بنتي ما هو اللمبة شغالة اهي ومفيش شبح ومفيش حاجة أصلا يا سماح. وانت كان عندك مشرحة امبارح. قصدك ايه؟ قصدي ان دي تهيؤات يا ماما. انا اللي غلطانة، انا كان زماني واخدة المنوم بتاعي ونايمة سمعتش كلامك. بقولك يا سماح، نبي روحي نامي بقى كده علشان انا عندي محاضرات الصبح. كنت جنلي ولا اي حد من بنات حصل له حاجه ومحتاج مساعده؟ يا ستي حتى لو محتاجين مساعده اديكي شايفه الاسمها شيرين دي رخمه ازاي. يعني ايه؟ يعني لو حد محتاج حاجه هنسيبه كده؟ يا ستي احنا اتفقنا ما نتدخلش في اي حاجه خالص. وبعدين قومي بقى، قومي البسي ونامي. مفيش صوت ازاي؟ امال صوت العيال طول الليل ده كان ايه؟ لا ازاي يعني، ده تلاقي حد من الاوضه اللي تحت تكون هي اللي بتصرخ من حاجة. لا يا شيخ، دي اكيد واحدة كانت تعبانة وخدت مسكن وارتاحت. مسكن؟ انت متخلفة؟ لا. وانت ما سمعتي صوت الصرخة؟ ما هو ده اللي هيجنني، ان انا سامعة كل حاجة بس مش لاقي حاجة. وانت ازاي؟ انا جسمك لابش من الصوت. هتجنن بجد. لا تعالي بس. تفتكري في حاجة فعلا؟ انت ما سمعتي صوت الصرخة كان عامل ازاي؟ سمعت بس انا مش شايفة. انا جسمك لابش بروح بس عشان ما حدش يسمعني. بتعملوا ايه؟ ما فيش، احنا كنا رايحين الحمام. ما انتوا عندكم حمامكم فوق. هو احنا سمعنا صوت بنت كانت بتعيط. ومين اللي كان بيصرخ ده؟ مفيش حد بيصرخ، انا ما سمعتش حد. يلا يا ماما، منك ليها على واتكم فوق. اطلعي يلا فوق، امشي بسرعه. يلا طالعين اهو بسرعه. حاضر يا بركة. بسم الله الرحمن الرحيم. مروان يابا، بص يا ابني خلي بالك انت وابن عمك. ها اي حاجه تطلبها منك الست ام شهاب من السوبر ماركت اللي جنبنا تجيبها لها في الحال. وانت لو احتجتوا حاجه اطلبوا من الست فريده. اوعى تطلب حاجه من شيرين بنتها، البنت دي مش طايقه نفسها وما بيعجبهاش العجب. انا مش عارف هي متنكه على ايه، بس يلا احنا مالناش دعوه، هي في حالها واحنا في حالنا. المهم انت بس ما تتاخرش علينا وترجع تاني بسرعه وتنسى نفسك جنب الحاجه. ها حكم انا عارفك، وخصوصا انك بقالك كذا يوم مقضيها بص على بناته كده. لا خلي بالكم بعض يا اولاد. ما خلاص يا عمي، هو انت مسافر ليبيا؟ ده هم كلهم يومين. سافر انت بس وتعالى بسرعه عشان ولادك عندهم مسلسلات وافلام، ومش معقول نجوم زينا هيعطلوا التصوير عشانه. ماشي يا اخويا، يلا شوفوا شكرا. كنت عايزك اوصلك يا رب. لا يا سيدي متشكرين، هاخد تاكسي مع الباب هنا اهوت واروح الموقف، كل السواقين عارفيني. يلا طب خلي بالك على نفسك، خلي بالك على نفسك. ربنا يستر. سلام يا عمي. انت ابن عم ريحان اللي جاي بداله؟ ايوه يا هاني. هو في حاجه يا انسه شيرين؟ الولاد دول عملوا حاجه انا عيني عليهم من بدري. روح انت يا سعيد. لا ما ينفعش ان انا اروح، انا مدير المنطقه هنا. هو ابوك ما قالكش انك كل يوم لازم تجيب لي صبار وتحطه عندي على المكتب؟
لا والله يا فندم ما قاليش اي حاجة. خلاص حضرتك انا هجيب ورقة الصبار واطلع لك على المكتب فوق. هو حضرتك يعني كل يوم عايزة زرعة صبار في المكتب؟ لا، ورقة واحدة. وفي كمان عندكم في الأوضة كف مريم، عايزة برضو كل يوم ورقة واحدة. كف مريم عشان الرز؟ أيوة. هو حضرتك هو حضرتك عايز الحاجات دي ليه؟ وانت مالك؟ اعمل اللي أنا بقوله وانت ساكت. برضه ما فهمتش عايز الحاجات دي ليه؟ بعدين بقول لك. ما تكون عايزاه ليه يعني؟ ما اكيد خلطه من اللي بيجيبوها على النت عشان وشها ولا شعرها. لا يا ابني، كف مريم ده عشان خاطر الرزق، لكن الصبار عشان خاطر العريس. جايز. روح يا عم هات لها كف مريم اللي هي عايزاه وانا اجيب لها الصبار ده. وانا اجيب سندوتش من المطبخ. يا مدام فريدة، شيرين مش بتبطل تضايقني وبقت تعمل حركات عيال كده، انا مش عارفة اقولك ايه بصراحة. طب اقعدي اهدي كده اهوت وفهميني ايه اللي حصل. مش عارفة احكيلك ايه، بس يا مدام فريدة، اقربها امبارح فضلت تلعب في الكهرباء اللي في اوضتي لحد ما خلت اللمبة ولعت ووقعت على الملاية عندي، وكنت هولع، وبتقعد تعمل حركات هبل كده واصوات، انا متأكدة انها عايزة تخوفني. لو خايفة على وعدك هنا انا جابلك الفلوس، خديها وامشي. انا فعلا همشي، بس مش الترم ده، لاني طبعا مش هلحق ادور على سكن. وانا دكتورة وفي كلية طب ودفع السنة كلها، يعني لو ملحقتش ادور على سكن الترم اللي جاي هقعد الترم ده والترم اللي جاي كمان، يعني قاعدة. انا هطلب سوشي، هطلب لك معايا. اتفضل. مساء الخير. مساء النور، اتفضلي. ايه اتاخرت النهارده يعني؟ معلش انا اسفه والله، بس تيتا كانت تعبانه شويه، حتى انا جاي استاذن منك ان انا هغيب يومين، هروح اطمن عليها وارجع على طول. لا الف سلام عليها. طيب تحب اوصلك تطمني عليها ونرجع على طول؟ لا طبعا ما ينفعش. ازاي؟ انا كده مش هتاخر لانه لازم اجي ادور على سكن جديد. ليه؟ ماله السكن اللي انت فيه؟ لو قلت لك هتصدقني؟ اكيد هصدقك. قولي. انا طول الليل بسمع بنات عماله تصرخ وتعيط، لما بصحى ادور ما بلاقيش حد. لا اكيد بتهزري، مفيش حاجه اسمها كده يعني، يمكن بس عشان انت بعيد عن اهلك فاعصابك تعبانه شويه. بص انا ممكن اخدك يعني اوديكي تطمني عليها وتقعدي معايا خميس وجمعه وارجع اجيبك يوم السبت. لا مش عايزك تتعب نفسك. ميرسي، انا مش هتاخر والله. بصي يا هناء، انا هقول لك على حاجه. انا من ساعه ما شفتك وانا حاسس ان انا مسؤول عني، حاسس ان اعرفك من زمان، يمكن تبقي بعدت شويه ورجعت تاني، بس انا من اول مره شفتك فيها وما تسالنيش فين وازاي وليه، انا من اول مره شفتك فيها وانا متعلقة بيكي. انا مش عارفة اقولك ايه، بس انت تقريبا اختصرت كل انا حاساه بقالي فترة، بس كنت مكسوفة اقولك. طيب تمام، يبقى اوديكي لتيتا والمرة اتعرف عليها وعشان عايزها في موضوع مهم. ماشي. Thank you.
ولا كلمة. انزلي انزلي. انا كنت بتصرف جدا والله. صف قوي. ايوه طبعا يا ستي. امال ايه؟ ايه ده؟ انا ومنى اهو. ايه ده انتوا رايحين فين؟ رايحين نجيب شنطات كده وجايين على طول. مش عايزة حاجة باكل. اه عايزة اكل ايس كريم بس انا هاجي معاك. لا انا مش قادرة بجد تعبانة جدا. بقول لك يا عمرو انا لسه سامع ان في طلعت ايس كريم. خد الجنيه ده هات لي علبه ايس كريم. يا ابني تملي كده فضحنا وجايب لنا الكلام. هجيب لك انا الايس كريم خلاص. لا لا انا اللي عازماكوا. اصل بجد انا فرحانه قوي وطايره من الفرح. بجد انت اللي هتعزمي؟ طب انا عايز سندوتش بولدوج. بولدوج يا ابني ما تكسفناش. هجيب لك انا الايس كريم اللي انت عايزه. لا انا مش عايز ايس كريم. سقف المطالب عالي. انا عايز سندوتش بولدوج. بولدوج ايه؟ انت عارف يعني ايه اصلا بولدوج؟ ما تغيرش الموضوع. انا عايز سندوتش بولدوج. هذا حاضر انا هجيب لك. طب استنوا هطلع غير هدومي انا ومنى وننزل نيجي معاكم. ماشي ماشي متاخر. يلا عارفه لما كنت شويه والله العظيم هزعل منك. ممكن اغير رايي. هات الجنيه. ما الحلال ده؟ يا سلام يا سلام على الروقان. ايوه يا ستي. اعمل ايه بقى؟ بحب اسمع مزيكا وهنا ممنوع. بسمع مع نفسي. احنا بصراحه بقينا مستغربين المكان هنا وبندور على مكان تاني بس مش لاقيين. ايه ده؟ هي اللي اسمها شيرين ضايقتكم انتوا كمان؟ ده حتى سماح بتدور على مكان تمشي النهارده قبل بكره. هي لسه شيرين بتضايق سماح؟ ده يا ريت على كده وبس. دي ربت لها الخفيف. بقت تصحى تصرخ وتشوف حاجات بالليل. بقول لك ايه حالتها بقت صعبه قوي. شفتي؟ عشان انا بقول لك ان انا بسمع اصوات وبشوف حاجات انت ما بتصدقينيش. يا ستي يمكن من الكليه اللي هي بتدرسها اعصابها تعبانه. طلبتوا ايس كريم؟ ايوه. وصل اوضتكم. ميرسي. عفوا. ازيكم يا بنات؟ ازيك يا سماح؟ على فكره انا ومنى كمان بنسمع نفس الاصوات اللي انت بتسمعيها. امبارح سمعنا صريخ ونزلنا عشان نشوف جاي منين. طلعت لنا نسمع ام شهاب دي قعدت تزعق فينا وتقول اطلع فوق. طلعت لنا نجري على السلم وما عرفناش الصوت ده جاي منين. انا بقى اترعبت امبارح بالليل. دي اللمبه كانت هتتحرق وتولع فيا. دي نيلي قامت مخضوضه عليا. يا نهار اسود. يعني كده حد تاني اللي كان بيصوت مش انتي؟ انا فعلا زهقت من المكان ده ولازم امشي.
الو فلة اتخطبت؟ يا ما انت كريم يا رب. والله ده انا حاسس ان ربنا هيكرمني بعد ما بعدت عني. يا اجمل خبر في حياتي. اقفل. فلة اتخطبت؟ ايوه يا بار. وانت فرحان؟ في قمة سعادتي. انت يا ابني ما عندكش دم. يا ابني انت اللي مغيب. بكره كده تبقى نجم تعرف نيلي كريم منى شلبي، وساعتها تندم انك عرفت في يوم من الايام فلة ووردة. الو مين معايا؟ يا فندم انا. بجد؟ طيب طيب بكره هنكون عند حضرتك. في ايه؟ والله والحظ ولعب على بابنا يا مارو. ايه اللي حصل؟ اللي حصل؟ مش انا قلت لك فلة دي لما تبعد النحس كله هيتفك؟ المخرج كلمني وعايزنا بكره عشان نمضي المسلسل. اتكلم بجد؟ والله العظيم بتكلم بجد. والله وحلوت ايامنا يا مارو. والله وحلوت احلوت. والله وحلوت احلوت. والله وحلوت احلوت. احلوت احلوت. انتوا بتغنوا ليه؟ ها؟ انتوا فرحانين ليه؟ هو في ايه؟ ها؟ ايه؟ ما تجيب حد يا سيدي. اهي 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 تمام اهي. في ايه بقى؟ في ايه؟